خلينا يعني نذكر في الفيديو ده النصائح العامة اللي انا اقدر اطبقها بخصوص العوامل. اول نصيحة ليها علاقة باول عامل، ما تعرضش بطاريتك لدرجات حرارة عالية بشكل كبير. يعني مثلا لو حضرتك عندك عربية وفي بلد حر، ما توقفهاش في الشمس كتير، عربية كهربية حاول توقفها في الظل، لان في فرق كبير جدا بين درجة حرارة الشمس ودرجة حرارة الظل. الاسفلت ذات نفسه بيطلع درجة حرارة غير، فحاول تقلل من تعريض درجة حرارات العالية لبطاريتك، وكذلك درجات حرارة قاطية زي هنا مثلا في ألمانيا. احنا بنحاول دايما نركن السيارات في حتة فعلا فيها دفا، ممكن يكون جراج، بس الركنة هنا للسيارات الكهربية في جراجات مقفولة عليها ريستريكشنز عالية جدا عشان الثيرمال ران اواي والمشاكل اللي بتحصل منها. ف في بعض السيارات كتير جدا بيبقى فيها بري هيتنج، انه بيسخن البطاريه قبل الاستعمال. في مناقشات كتير شفتها في مؤتمرات برضو، الناس بيناقشوا في الصناعه وفي الريسيرش عن ان ازاي ان التشارجر ذات نفسه يستعمل كبري هيتر وبعد كده يبدا يعمل مثلا لو فاست تشارجنج هيحصل. فتعريض البطاريه لو تمبريتشرز وهاي تمبريتشرز ده في ايدينا ان احنا نتحكم فيه. تاني عامل تعريض البطارية ل يعني SOCs عالية و SOCs واطية أو State of Charges عالية وواطية. مثلا أنا كنت لسه شايف أحد الشركات المصنعة لللابتوبس الكبيرة بتintegrate features كتير اسمها يعني User Driven Charging Strategy، بيشوف والله اليوزر ده هو قاعد في البيت ولا لأ، محتاج فعلا يشحن بطاريته 100% ولا لأ، وعلى أساس يبدأ يتحكم في البي ام اس ان هو يقول له والله ده شكله كده قاعد بيعمل هوم اوفيس مثلا، فما تشحنلوش بطاريته للاخر، اشحنها له لغايه 80% او 70% ومن غير ما انت حتى تعرف ان هو ده بيحصل في الخلفيه يعني. فتعيد البطاريه ل اس او سيز عاليه واس او سيز واطيه كذلك، يعني ما تشحنش بطاريتك 10% وتستعملها وتشحن 10% وتستعملها وهكذا، وما تسترخص في الباور بانكس مثلا تشتريها، لان مشكله كبيره في الباتري مانجمنت سيستمز بتاعه الباور بانكس ان هي بتبقى صغيره ما عليهاش فانكشنز كتير مثلا، فسهل جدا ان هو يقلل الديسشارج عن حد معين لسيل واحده لو الباور بانك فيه كذا سيل مع بعض ويعملك ديب ديسشارج او يعملك اوفر تشارجنج. ومعظم يعني انا كنت عملت سيرفي عن السيارات الكهربيه، كان يمكن اكبر بورشن بتحصل والعربيات راكنه، وتاني اكبر بورشن كانت وهي بتشحن بيحصلها اوفر ديسشارجنج وتولع. يعني مثلا حد حاط الشاحن بالليل يقول لك بسمع صوت بوم ينزل يلاقي عربيته مولعه، نتيجه فيلير بقى في البي ام اس في السيلز، ساعتها بنحاول نعرف. بس فتعريض اللو والهاي اس او سيز مش حاجه مفضله. والعامل الثاني الهاي كارنتس، يعني الموضوع الفاست تشارجنج يمكن انتوا حاسينه في الموبايلات دلوقتي وفي القريب العاجل اللي هشوفه الفيديوهات دي، في المستقبل هيحسوا في العربيات ان السوبر تشارجرز والفاست تشارجرز و هي مطلوبه كوميرشلي، ولكن تكنيكلي عليها مشاكل كبيره لانها فعلا بتؤدي الى ايجنج، وممكن تحط البطاريه السيفتي بتاعتها يعني عليها كويشنز كتير. بس الشركات الكبيره بتحاول تحل ده عن طريق انها تعمل بقى داتا اناليسز وخلافه بشكل قوي، بحيث انها تبريدكت. لو تفتكروا النيو بوينتس والحاجات اللي كنا اتكلمنا عنها وهنتكلم عنها بالتفصيل اكتر برضو في الحلقات الجايه من الايجنج باذن الله. والسايكلز، حاول ان انت فعلا يعني لو هتستعمل بطاريتك استعملها فول سايكلز، وحاول تقلل عدد السايكلز انت تستعملها بير داي لو تقدر تعمل ده، يعني لو تقدر تعمله وتحكم فيه. ما تقدرش على الاقل راعي الحاجات الثانيه زي التمبريتشر والستيت اوف تشارج والكرنت، وهنعرف بقى تاثير الكومباينيشنز بتاعت الماتريكس دي على العوامل بتاعت الايجنج ان شاء الله في الحلقات القادمه. فدي كانت بعض النقاط المهمه اللي ليها علاقه بالسايكلينج ايجنج اللي حبيت اشاركها مع المواد اللي احنا شاركناها قبل كده. زي ما قلت ودايما بحب استعمل الصوره اللي هتظهر دي، الموضوع من جوه معقد جدا ولكن انا بحب اشرحه بالتفصيل للي عايز يفهمه، فان شاء الله في محتوى قادم هنشرحه بالتفصيل باذن الله. وهنرجع تاني للكالندريك ايجنج زي ما قلت، وهنشرحها برضو هنخش في تفصيله، يعني كل مره ناخد عمق ازيد في الاثنين لغايه ما نخلص موضوع الايجنج كله، ونخش كمان في الباتري مانجمنت سيستم وازاي انا اقدر اديفلوب بقى الجوريزمز مختلفه عشان ابريدكت موضوع الايجنج ده. ده موضوع شيق جدا برضو محتاجين نفهمه. يعني رحلتنا قاعده تكبر وانا مستمتع جدا بيها، واتمنى كمان ان تكونوا مستمتعين.
وشكرا جزيلا لاستماعك وطول الفترة دي، واحنا مكملين مع بعض ان شاء الله في سلسلة ألف ب طاقة ألف ب بطاريات، انا اسف انا كنت ألف ب طاقة بالعربي، بس برضو يعني طاقة بالعربي ان شاء الله نشارك عليها حاجات تانية كتير. اتمنى بس لو في اي تعليقات او اسئلة لسه مفتوحة عندكم حطوها لنا تحت، وللتواصل معايا انا موجود على لينكد ان، تقدروا توصلوا لي مباشرة. شكرا جزيلا، نشوفكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.